هلا 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 مرحبا ما شاء الله وش هالزين ما شاء الله اللهم لك الحمد. هذا كان متقزم عددهن يعني على الأصابع 4 يمكن أو 5 متقزمة مع يعني 30-40 سنتي إيه؟ ومع الحماية ما شاء الله انتشر وزاد حجمه وصار مأوى للطيور ما شاء الله والبذور تنتشر ونمو. الآن ضيافة الدكتور عبد السلام السلمان. أهلا والله وسهلا. طبعا ساعة مباركة تباركة أيامك. ما نجي خالينا اليدين. جبنا له شجرة تشبه أرقاع والفكس. هذه اسمها الفكس البنغالي. تعرفها يا دكتور؟ ما يحتاج معروف ضخمة ومعمرة. الله يغنيك كثر خيرك. تستاهل والله. الله تستاهل. مشكور بيضة وجهك. هذه الشجرة تحبنا على قولتهم. شكرا. شكرا لك. نحن الآن في مزرعة الدكتور عبد السلام السلمان. هذه الأرض كانت لا شيء موجود فيها. حدثنا أكثر يا دكتور. يا أهلا وسهلا حياك الله أبو مشعل. تعرف يعني بلادنا أصيبت بتصحر واستنزاف شديد جدا. حسب إحصائيات وزارة الزراعة فقدنا 80% من الغطاء النباتي في آخر 40 سنة بسبب الرعي الجائر والاحتطاب والاستنزاف. فيعني الهم الداخلي هذا اللي فيني جعلني أشتري بمالي الخاص أرض زراعية وأحولها إلى محمية نباتية بهذا الشكل أساس تنتشر البذور صدقة لله. هذه الآن ولله الحمد صارت تنتج آلاف من البذور وبالرياح وبالسيول. شوف العصافير هذه اللي كاجر فيها. شوف العصفور موجودة. الله الله ما يحتاج الطيور تعشش فيها. فتنتشر لله وفي الله. وهذه وصية رسولنا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه جميعا. فليغرسها. نعم. نعم. أيضا للمعلومية ترى في بعضهم ما يدري عن هذا الرجل. لا يدرون. بس أنا بعلم. أبعلم اللي بخاطري. الله يرحم والديك. ترى ماني بجامل. لا بس لا. بالقلب. تكفى. الله يحفظك. هذا الرجل صديق قديم جدا من أوائل المهتمين بالبيئة. الله. أذكرهم منهم محمد اليوسفي. الدكتور عبد السلام السلمان هذا الشخص اللي أمامي. جزاك الله خير. واسمه قديم الناصح. أي نعم. تمام. نعم. وعندك يا طول العمر محدثكم زين. الله. وعندك وش اسمه الفراج او اللي توفى الله يرحمه الدكتور. الدكتور محمد الفراج. 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 ايه. وابو رايف. نعم. ابو رايف كان مشهورين وكثير من الشباب يعني. نعم. ما يزعلون علينا اللي نسيناهم. بس هذولا اللي ذكرناهم عدد قليل وكانوا يضحكون علينا اول. نعم. يا المهبل تزرعون والان الحلم تحقق. الان اصبحت من رؤية المملكة العربية السعودية. الله الله. اصبح يعني رأس الهرم يوصي في هذا الشيء. نعم. والناس ايضا الان بدأت تزرع. نعم. وكانك تذكر ان اوائل من طالب بايقاف تجارة الحطب المحلي لان وين تأتي من الحطب هذا؟ من وين يجي؟ هل هو من المناجم؟ لا. هل هو من المصانع؟ لا. هل هو من البحار؟ لا. شجرة مقصوصة. شجرة من طبيعة من بلدنا مقصوصة. بطيئة نمو وبأرض يعني احنا محتاجين الأشجار. الله الله. بارك الله. نعم. الله مستعد. نمشي نشوف. يلا. هذه وش يا دكتور؟ علمني. أنا بسكت ماني بنتكلم. إيه هذا هذه اللي تسمى الإشبهان يسمونها الريديانا لا عدة مسميات. طبعا ما زال تصنيف الطلحيات ما زال فيه تفاصيل كثير وما زال يعيدون تصنيفه من جديد وفي خبراء كثير يعني بيصدر إن شاء الله قريبا كتاب بيكون يعني مفصل بإذن الله عن أنواع الطلحيات. لكن هذه الآن يتعرف بالإشبهان سمر راديان. إيه نعم. إيه نعم سمر راديان. إيه ويسمونها أيضا ومغيلان باللغة العربية. الله. ليه قالوا سمر؟ لأن هذا جاء وقت الصيف سبحان الله تحت مثل السمر. بالضبط. فبعضهم يسميها طلح. الطلح مستديم. الله الله يعني. وكذلك جذوعها تكون فيها نوع من الاحمرار شبيهة بالسمر يعني. نعم يا سلام. إيه نعم. الله الله. تفضل يا دكتور. إيه نعم. ما شاء هذه الأرض أنت شريتها كانت جرداء. تماما قاحلة بل إنها كان فيها إبل. إيه؟ كان فيها إبل مستنزفة تماما. حلو. إيه نعم. وعملت حماية واركز بعض الأشجار والبذور ومع الحماية فقط بس طلع يعني كمية كبيرة من الأشجار من حالة. بس هي عطيت الحماية هي طلعت من حالة. يعني هذا الآن لو رحنا مشي جرداء. إيه نعم. هذا أنت لا بذرته ولا شيء. إيه فقط الحماء. إيه نعم. ورجعت. في بعضهم مثلا يقول هذا الطلح النجدي ما شاء الله. ما شاء الله متعافي ولا أحلى منه. يا سلام. في بعضهم يقول أرضنا جرداء الحل البسيط حمى فقط وهي ترجع. وزرع أنت أشجار محلية أقل استهلاك للماء. هذا العوسج كان متقزم جدا ما يتجاوز 40 سنتي الآن الحمد لله استرد عافيته والبذور تنتشر يعني في كل مكان أشوف شتلات عوسج
وهذا طبعا نبات رعوي وبإذن الله بذورة تنتشر في الخارج ويعني يستفيد منها الجميع. وهذا هذا النباتات ما أنت ما بدرت ولا شيء، هي المجرد الحمى فقط. طيب ممكن تعرفنا على بعضها يا دكتور؟ هذا النقد. هذا النقد ها؟ مرة أنا كنت مع مدمير يقول في جانا واحد خبير بثمامة أيوة أجنبي انهبل عليها عجيب، يقول يا أخي هذه المفروض جوهرة الصحراء. الله الله، ليه استغرب الجمال زهورها. طيب هذا القتاد هنا، هذا السداد. الله الله، طبعا غير شجرة السداد الحجاز يختلف. إيه نعم، إيه غير القتاد هنا، وهذه تعتبر من الشعر الرعوية الممتازة. كنا نلعب فيها يوم من الصغار تفخات. التفخات هذه. وش يقول الشاعر؟ إيه يقول أوجس يا قلبي اللي نابت فيه شوكة، شوكة السداد اللي نبت باشتباكة. شفت؟ يعني لاحظوا كل نبات الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة على التكاثر بطريقة مختلفة. يعني هذه التفافيخ خفيفة يطير بالهواء وتنتشر البذور، وهكذا كل نبات بعضها ريشية بعضها داخل ثمرة، والثمرة تنفتح بعد مدة. سبحان الله. شفت النمل هذا يا دكتور اللي الآن يمشي يجمع البذور؟ الله الله. شفت هذه المسيرة؟ نعم. هذا لك أجر فيه. اللهم لك الحمد. هذا النعمة. والرسالة أيضا لكل من يشاهدنا. نعم، هذا البذور شفتوا داخل، شفتوا البذور هذه، هذه شفتوها، هذا البذور. سبحان الله تطير. تطير. هذا سبحان الله البالونات الصغيرة هذه تطير. الله سبحانه وتعالى يعني وهب كل نبات له طريقته سبحان الله. فيها الريشي وفيها اللي يجي هالعج ويطيره. نعم، وفي شيء بأول رشة موية تنفتح وتنتثر وهكذا سبحان الله عجائب. هذا ما شاء الله، هذا شغية عندك شوية هنا. نعم ما شاء الله. هذا طلح أيضا. كلها طلح أنواع وأشكال الطلحيات. هذا الغلقة. هذا الغلقة. النبات يعني لبني، يعطي مادة لبنية، والعجيب إنه ما يحتاج تقص الورقة، أحيانا بس باللمس كذا تفرز. شوف سبحان الله إفرازها شوفها صغيرة جدا ما ينكبها. نعم هي سامة بعض الأحيان لكن تستخدم بالصدفية، بعضهم يستخدمها كعلاج. نعم الأمور الطبية. نعم على كلام بروفيسور أحمد قشاش. والناحية الطبية ما ودي الواحد يتكلم فيها. شوف الفراشات كيف. وهذا نبات الأذنون. الله الله نعم. تمام. صحيح. ما شاء الله الحميض البروق يا ناس تنوع وهذا معروف ذا. نعم وهناك شوف الفراشات يا دكتور ما شاء الله ما شاء الله هذه توها الآن اصبر بعد مدة يزود الغطاء النباتي. كل سنة تتحسن اللهم لك الحمد. كل الحمد سنة لله. تتحسن الحمد. وهذا السلم، هذا ما من السلم، هذا لا هذا 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 لا هذا إيه؟ هذا مو بسلم، هذا يعني في اختلاف على تصنيفه. إيه؟ لكن بحسب رأي الخبير سيال نوع من السيال. إيه هل جدا بالسلم متقشر. نعم متقشر عن جذع أخضر. هذه ميزة السيال دائما تقشرا واذا فركته الجذع يطلعك من داخل لون أبو. كلمنا أبو عون بهالشهادة ما شاء الله الفراشات. نعم شوف شوف ما شاء الله جميلة جدا وهنيك بالأجر ما شاء الله. وانت اللي تتفرج ترى الأمر ما يكلف شيء، ترى كلها نباتات برية لا تستهلك ما ولا شيء. نسأل الله يا رب يبارك. شم ريحة السلم من هنا؟ اوه السلم ريحته عطرية بدون زهور. سبحان الله هذا العجيب في السلم انه يعطي رائحة بدون زهور. والعجيب الثاني انه والعتم والزيتون البري من احسن العصي. الله الله مستقيمة وقوية. نعم نعم شم الريحة بس ما شاء الله شم الريحة. شيء عجيب يعطيك انتعاش. لا وزهوره بعد عطرية. إيه إذا طلعت زهور عاد تشم الريحة على بعد 100 متر، لكن الآن شوف بدون زهور شوف الريحة. السلم طبعا فيه ميزة إنه ما يطلع من ساق واحد، عدة سيقان. نعم الله الله عدة سيقان. في هناك وحدها جذبتي مقلمة مزينة. هذيك حسب التصنيف نوع من السيال كذلك. السيال تقريبا والله العالم منها ثلاث أنواع. إيه. وهذيك تصنف من أنواع السيال. المحلي ولا عالمي ممكن اكثر؟ لا لا انا العالمي انا للمعلوميه انا ما ادخل داخل محميه هنا إيه؟ اي نبات خارجي ابدا لا قرض افريقي ولا اي نبات دخيل على بيئتنا المحليه. حلو. كلها نباتات محليه. ممتاز ممتاز. نعم هذا شوف دخل جحر شوف هنا
ما شاء الله كان يتفرج علي من داخل الجحر. كان علمتني القطع من بعيد. ما تبقى انا في اخر لحظه. ها في اخر لحظه شوفها خونا مستحي منه. ايه هذا للمعلوميه. ايه موجود من اصل وكان حجمه صغير جدا. الان شوف الحجم، شوف حجم الجحر. ما شاء الله مساك الله بالخير يا ضب. والله ما هو بلمنا مبسوط يقول اذا فيك خير صدني هنا. ايه ما فيها احد يصيد والدكتور. ايه موجود ممنوع ممنوع. الله ما شاء الله. ايه هذا نوع من السيال تقول. ايه نعم. تقصصها يا دكتور؟ ها ايه اقلمها على اساس الواحد يستفيد من ظلها. ما شاء الله. ايه نعم نحاكي الطبيعه. حلو. طبعا في خلاف على قضيه اللي تقلم ولا تقلم، لكن احنا نحاول نحاكي الطبيعه لانها يعني الرعي المتوازن. الرعي المتوازن من فوائده يقلم الأشجار. حلو. تطلع بالمنظر هذا. ممتاز ممتاز. ايه نعم الرعي المتوازن. ايه. احنا مشكلتنا الرعي الجائر اللي هو تأكل الشجرة الصغيرة ما لها فرصة اي للنمو نهائيا. واكل لحاء الشجر ايضا. واكل لحاء الشجر. ايه نعم. ظاهرة غريبة. الله الله. طيب دكتور السقية في بعضهم الآن يناظرنا عندهم اي تساؤلات؟ انا بالنسبة لي السقية من في البداية فقط، اذا خلاص تمكنت الشجرة واستقلت بذاتها خلاص نوقف السقي عنها. حلو. هذا طلع عراقي؟ لا 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 هذا اي نعم هذا العراقي. هذا العراقي اللي ثمره نفس الموز. اي نعم صحيح. النجدي طبعا ثمره قليلا ملفوف. ملفوف قليلا. اي وترى يتميز بجذع ابيض. ايوه صحيح. شفت اللي بوادي حنيفه مزروع اكثره؟ ايه نعم. ترى عراقي. صحيح ما شاء الله. شفتنا حاجه بتعجبك ان شاء الله. ما شاء الله. شوف هذا سدر. هذا سدر بري. اي نعم. هذا الضال. الضال. نعم. الضال هذا البلدي ما اجيبه هنا يعني هذا بس بري كله ولا هو جبلي. هذا الضال حق الصمان والفياض. حق الفياض حق الفياض. أيوة. فياض نجد اللي فيه الخريم والتنهات والصمان والحفر والفياض اللي هنا بالمنطقه عندنا هنا هذا هو نفسه. ترى متحمل جدا جدا ويتحمل جداً. الارض القاع. نعم صحيح. وايضا يا طول العمر عسله تراه ممتاز جدا ولون عسله اصفر شوي. هذه طلحة. هذه طلحة وهذه. ما شاء الله. هذه أكيد بتعرفها. إيه سرحة. هذه السرحة. هذه السرحة. هذه السرحة. أوه هذه يسرح خيالك بظلها. هذه ركزتها كان تقريبا 5 سنتي. لا إيه؟ ما شاء الله يعني الحمد لله نمو طيب جدا اللهم لك الحمد. ما شاء الله. إيه نعم متفرعة تاركها على طبيعتها ما حاولت. ما حاولت تحط عود يا دكتور؟ لا لا خلها لما تأخذ لأنها يعني تأخذ لما أشوف الجذع الأساسي أبدأ أعتمد عليه، لكن الآن أنا تاركها على الطبيعة. أعتقد إنه ممكن هذا يصير الأساس. احتمال احتمال. إيه حلو ممتاز ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا السدر كذلك. هذا السدر ضال. يا جماعة ترى بعضهم يقول وين توها 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 زين. طبعا الدكتور ما يسقيها على طول على أساس تتناسب البيئة. اي نعم لأنك إذا سقيتها تصير بشكل مستمر تصير الجذور سطحية. حلو. أفقية سطحية. لا احنا نتركها نعطيها يعني فترة انها تعطش على أساس الجذور تروح للعمق. ممتاز. هذه الحركة اسمها حصاد الأمطار. اي نعم هذه زين. مهوب بعضهم بعضهم يحافر مرة تقل قبر. لا 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 مو إيه شيء بسيط. لا لا شيء بسيط زي كذا. هذه ترى محفورة متر ونص. إيه؟ ثم دفناها بتربة رملية طينية. يا سلام. أساس ايش الجذور تمشي وتتعمق لأن إيه؟ كل ما تعمق المجموع الجذري وزاد زاد المجموع الخضري. وأنا أيضا كل ما تعمقت من داخل زاد الغطاء النباتي. الله الله ما شاء الله. هذا القرضي. ها هذا القرضي. الله ما شاء الله. هذا القرضي طبعا البلاب اللي لقيته تاكل الثمر حقه وتنشره. ايه وانا تاكل الثمر انت فيها حلاوه بسيطه. وايضا يزورها النحل. بس يزورها النحل. بس يقولون الاولين ما ادري عاد ما هو بشيء علمي. ايوه يقولون ان حطبه سام مثل السرح مروح لا تقربه. شوف ما شاء الله الان بدا الغطاء النباتي. يا سلام شم ريحة الروض. اوه ما شاء الله. هذه قبل مدة كانت مربعة. اي نعم. الان حنا بدأ يصرم الحين الربيع خلاص يجف فانتج البذور. ثم تأتي عاد مرحلة الاخضرار الجثجات. الجثجات كلها خضراء بالجثجات والشبرم. طبعا شبرم شوكي غير مرغوب. اي لكن الجثجات جيد. هذا الشبرم طوب الشوك. وفيها ايضا بعض النباتات سبحان الله تطلع بالصيف وبعضها
بالشتاء مثل الرمث يزين بالصيف الله. والأرطة وبعضهن لا. شوف الآن هذا النفلة ما شاء الله ماشي. يعني هذه كانت كلها خضرة. اي نعم. احنا جينا متأخرين يا دكتور. اي نعم. وفترة يعني الانقطاع طويل والهبايب هذه خلته يجف يعني ولا كان اجمل من كذا. ما شاء الله. وعسى الله يغيثنا من فضله. امين امين امين. انا اشوف كل ما رحت كذا زاد الغطاء. بس خلاص الحين على النهاية يعني. هنا فيه ضبان يا دكتور ها؟ كان حلو. طيب. وهذا جراد أبو حليم. إيه. ها؟ في هذا عدة مسميات كل منطقة يعطونها يطلقون عليها اسم. طبعاً هذا اللي تشوفون سبحان الله يأكل من العشر والحرمل ويفرز مادة رغوية عند الرجلين. الله. إذا كلها الثعلبة وكلها حيوان يتقيع. زين فهذا نوع من انواع الدفاع. الله الله. وهو اللي ياك يتغذى على النباتات السامه. صحيح. هذه صحيح. الجميله. الله العنصل. هذا نوع من انواع العنصل. صحيح. يشبه السفرجل لكن سفرجل غير. شوفوا يا جماعه. هذا يكثر بالفياض والروضات. جميل جدا. والاجمل راعي المحميه الله يحفظه يا رب. ما عليك زاد الله ويبارك بمحميته. احنا محتاجين هذه محميات يا جماعة. شجعوا هؤلاء الناس ترى هذا من جيبه ويزرع ويزين ترى يقدر يحطها برسيم ويستفيد منها وذا لكن حب الأرض ود يعني يتعاون مع أيضا النشاط اللي نشوفه من بعض الجهات الحكومية. أيضا مواطن لازم له دور مو بس أنت تتفرج. إذا عندك مقدرة حلو وبعدين نباتات البرية أقل استهلاك بالماء. ما شاء الله ما شاء الله. كثر الهوسج وانتشر المنطقة هذه اسميها الهوسجية. الهوسجية ايوه تيم اللي في الصمان. ايه نعم. هذا الشيح طبيعي ينبت. هذا الشيح هو هذا الشبيح الشيح ينبت طبيعي. شم الريحة مع الشاهي حلو. نعم هذا طبيعي ينبت ما شاء الله. شوف كثافته هناك كثافته بين هذا كله شيح فيه. ايه شوف اللي هناك فيها الرمرام اشوف هنا موجود الرمرام. اها هذا نبات طفيلي يا دكتور. اي هذا مزعج جدا. هذا مزعج. إيه؟ هذا ينبت يا جماعه نفس الليف شفتوه. إيه؟ وفيه بذوره بعضه وينتشر النبات لذلك يسمونه الهالوك. الهالوك نعم. الله الله. الهوسج كيف انتشر بشكل طبيعي. كان متقزم. كان متقزم وما في الا ثلاث اربع والان شوف ما شاء الله. وشوف الشيح بينه والله ما شاء الله الشيح كبير ما شاء الله. الله. تبارك الله. وهنا بعض الحيوانات البرية عسى الله يكتب أجرك يا رب. شوفوا يا جماعة هذا الشيح شفتوه. آه يا ريحته والله انقطع من نجد. إيش انقطع انقطع يعني أخوي محمد كان يزور يا طويل العمر شيحة عند ملهم له ثلاث سنوات. قال عبيد تكفى بشوفها. يوم جيت أنا وياه نلقاها مقطوعة. الله أثري بنت من بناتها طالعة صغيرة. الله مستعان. فرح والله لو تشوف ابتسامته يقول أنا لي ثلاث سنوات وأنا على هذا. لذلك الناس يحبون الشيح. إذا جيت البر تبغى الشيح ما يخالف خذ لكن لا تحش من أصلها. اقطف يا أخي اقطف الجذوع الفروع لهذه الغضة واستفد منها واترك الباقي ينمو لك ولغيرك. أنت بتجي في المستقبل بتحصل. لكن بعضهم ما شاء الله يجيب المحش ومن العروق من تحت يقصها. لا بعضهم يسحبها سحب ويسحبها سحب. يعني أنت بالإمكان تقص زي كذا تأخذ وريقات تستفيد منها في الشاي أو تهدي لأحد وكذا يكفي. يعني هذه تطلع لك كمية كبيرة جدا لو خدت بالطريقة هذه. نعم نعم. تعطيها فرصة للنمو وفرصة للتكاثر يعني. لا فيه اشياء جميله. اي نعم هذا ما شاء الله غطاء نباتي وترى الشيح فيه دراسات الان عليه علميه. إيه؟ يقول انه ممتاز ولكن الله اهم شيء يا جماعه ان الواحد ياخذ مصدر طبي موثوق. صحيح. صحيح. وليس من هب ودب يعطيك هذا علاج وهذا علاج. صحيح. لاني ايضا انا سمعت ان الشيح كثرته ايضا له مضاعفات. نعم لأنك مثل ما تفضل خبير وشيخ النباتيين حميد الدوسري يقول لي نفترض أن هذا في علاج ما هي الجرعة
كم من الجرام وكم مره يؤخذ باليوم. هذا الكلام اي نعم، ما في قياس، لابد الجسم انسان يعني الادويه اللي تصرف في المستشفى مبنيه على جرعه معينه في وقت محدد بناء على وزن جسم الانسان. الله اي نعم، لكن تقول النبته الفلانيه، طيب ما اختلفنا النبته الفلانيه، لكن لابد تكون مقننه حسب دراسه طبيه سريريه مختبره من عده يعني جهات. هذا الكلام إيه هذا نعم. الكلام. والان الظاهر ايضا الدول الله يحفظها عاقبة من ينشر بلا يعني ادعاءات طبية. ادعاءات طبية. اي نعم، على اي منتجات ولا اعشاب والخلائط هذه ممنوع رسميا، لابد يعني الحمد لله اللهم لك الحمد الانظمة عندنا لمصلحة المواطن. نعم. اي نعم، ممنوع احد يعلن بادعاء طبي عن اي منتج مهما كان. هذا الكلام. اي نعم. الا بجهة يعني من جهة رسمية. اي نعم. في بعضهم يقول الطب البديل، على عيني وراسي الطب البديل. ولكن الأفضل من جهة رسمية وهم فاتحين بيبانهم. عندك شيء، عندك اختراع أثبتت الشيء ذا، يا أخي هذا فخر لنا. صحيح. رح صحيح. يمكن تصير أنت السباق لهذه وتنقذ أرواح. أما كلام ولا شفنا شيء فتطبب الناس باكر، واحد يجي فشل كلوي يموت وذا بسبتك. أنا محدثكم، واجهت في مستشفى، لما كنت في مستشفى الحرس واجهت مريض فشل كلوي بسبب لهم من أحد العطارين أو أحد وصف له، فشل كلوي تام وهو في العشرينات من عمره بسبب أنه وصفه له وصفة لهم ويلا وخذ وإن شاء الله تتحسن، ما أدري إيش كان يشكمن بالضبط. أدت لا رحت وناقشت الاستشاري، لأن ما أنا متخصص في موضوع الكلى، أنا تخصصي آخر يعني، فأكد لي قال فحصنا ثلاث مرات تأكدنا بما لا يدع مجال للشك أن هذا اللي أخذه أتلف الكلى عنده، فخطير جدا هذه خطيرة جماعة. جدا. ومثل ما قال الخبير حميد الدوسري، أحيانا نتيجة ما تبين في يوم أو يومين، تلقى واحد متعود على نبتة معينة يستخدمها مدة مثلا أسبوعين ثلاثة، ثم تتراكم في جسمه توصل مرحلة اللي خلاص لا رجعة لا فيه، عودة. لا عودة مدمرة. والله أنا دائما أشوف على أن في بعض النباتات أعرف أنها فعلا فيها طب وفيها أشياء، بس دائما ما تكلم. قال واحد بيت ليه ما تكلم، بالعكس وترى الناس تصير أكثر مشاهدات. قلت أنا ما أدور عدد مشاهدات. نعم. تمام صحيح يا جماعة، أنا أبحث عن معلومة الدقيقة. صحيح. لذلك أنا قبل شوي وأنا أمشي معك أنا أعرف بعض الأشياء، فقلت خليك أنت تتكلم. إيه بس ما عليش، أنت لقفت شوي خبر أنا وأنت حقين البيئة، لكن الحمد لله ما أتكلم عن العلاج وما العلاج. إيه نعم، ما ندخل في العلاج. يا سلام، يعطيك العافية. الله يبارك. ما جبت العملاق يا دكتور العوشز؟ لا والله ما جبت والله، ولا كنت يعني أتابع نموه في بعض الفياض، لكن ما بعد والله جبت منه. ما شاء الله. إيه نعم. طيب في إن شاء الله بعدين هذه المنطقة راح يستزرع فيها أشجار. هذه هي طبيعيا الآن ولله الحمد السدر والطلع كلها تنبت من حالها، بذور إذا جاء المطر تنبت من حالها. وأنت أيضا تزرع؟ أزرع في بعض المناطق اللي ما رأيت فيها نموات أضع فيها بعض الشتلات. ما شاء الله. أضع فيها بعض الشتلات ونوزع بعض البذور. ما شاء الله، عسى الله ربي يبارك مالك وبحلالك. على فكرة ترى أبوه ما شاء الله أحد الدكاترة الأكاديميين اللي نفتخر فيهم في بلدنا، من أوائل الدكاترة في الفيزياء. يا دكتورة بالفيزياء ما شاء الله، علم الفيزياء يعني، راح لما الخارج بريطانيا وهذا ابنه أيضا ما شاء الله دكتور، عسى الله يا ربي يبارك بمالهم بحلالهم. مع هذا كله مهتمين بالبيئة، ما قال والله أنا لا البيئة هذه من الناس اللي لا لا لا، ما وصانا رسولنا الكريم غرس الأشجار واهتمام في كل كبد رطبة يعني أجر عبث أبدا. فكن أيضا أنت مساهم معنا. ما تقدر تزرع انشر الله. بعد ما تكلمنا عن الغطاء النباتي في المحمية اللي هو ما زرع إلا شيء بسيط والباقي انتثر وانتشر من حاله وباله، في شيء مهم وشي في غطاء نباتي هنا يا دكتور؟ اي نعم، تشوفون هذا الغطاء النباتي المتنوع. إيه؟ هذا ولله الحمد صار مأوى للطيور التي تعشش عشاش أرضية، الحمر والقوبة والمسالم كلها تعشش بين هذه الطائرة مكاء. الله الله، هذه تعشش هنا ولله الحمد بأمن وأمان،
ولا لا ما حد يتعرضه ولا حد جيه ولا في سيارات عشوائية تدوس أو كذا، تعيش في أمن وأمان كما مملكتنا العربية السعودية أرض الأمن والأمان. حلو. يعني وسبحان الله أنا أتابعها ولاحظها من بعيد. أيه. أتأمل في عجائب قدرة الله كيف ألهمها أن سبحان الله تتخلص من الفضلات وقشور البيض بعيدا أساس المفترسات ما تشم العش ولا تقضي على الفراخ. الله أكبر. شيء عجيب جدا يعني، يعني تأمل مخلوقات الله، شيء سبحانه. عالم آخر سبحان الله العظيم. شوف يا جماعه الضبان هنا واجد، والضبان كثير من حالك، بس توفر شيء واحد، الحمايه. الحمايه تمام. نعم. بعد الله سبحانه وتعالى فضل هذا الرجل، الله تاج راسه والله. شفت البهايم ذي والاشجار، والله حتى النمل والحشرات ان شاء الله بعون الله يكتب اجرك على فكره. سكرة. اللي تشوفنا ترى هو بس بالحاله، إيه ترى فيه كثير، وانت ممكن تصير إيه. واحد منهم على فكره. نعم. يا دكتور في ناس تصيد صيادين إيه. كانوا يقولون يا عبيد كنا أشرس الناس وكنا ما ندري، يعني ما حد وعانا ما حد فهمنا. يقول أنت سويت قناتك، وأنت يا دكتور أيضا لك جهود ناس قديما، يقول بكلامكم هذا، يقول تراكم أنتم ما تدرون عن الناس. يقول أنا تأثرت الآن، يقول حطيت محمية وقعدت أدافع، وفي نشطاء بيئيين ما ودي أذكرهم الآن طلعوا إيه. يقولون والله ما ودي أذكرهم، يقول والله عبيد بعد الله ثم مقاطعكم وكلامكم. الله شفتوا الله. السنوات القديمة الله خل الله. هذه فيه دكتورة بالجامعة تقول الواحد إيه؟ طبعا هي ناش طبيعية صادفها في أحد المؤتمرات، قالت جاب طاري اسمي تمام، وأنا ما يبن الناس اللي يمدح نفسنا المدح الروح سماجل. طبعا أنا وأنت وغيرنا واجد اللي نشر سنواتي حسب ما حد يدري عنه، لو ما في حد يدري عنه الله سبحانه، بس أنا شيخ لصنية. تقول والله ما شجعني على الدكتوراه وعلى الدراسة في علم الأحياء إيه؟ إلا مقاطع بيت. الله. تقول كنت أشوفها بزر الحين مرة، قلت يا ود شي ابن حلنا. بس الحمد لله لنا أثر، الحمد لله اللهم لك الحمد. لا وما ننسى إيه؟ فضل الله ثم فضل أيوة. أحمد العبودي مؤسس منتديات مكشات. اي والله. نعم. أيوة. هو اللي جمعنا، أول واحد جمع البيئيين أحمد العبودي في منتديات مكشات. أبا أعلمك بنكتة بس إيه؟ أنت طبعا ناصح اسمك. كان كنت أكتب اسمه إيه؟ كنت نائب مشرف العام على المنتدى. هذه الأول مرة ما أدري إيه؟ في بعضهم ما يدري إيه؟ أنا كنت أدخل، أنا ما ماني أدخل بالمنتديات أول، فدخلت في واحد حساب قال عبيد بدخلك بحسابي إيه؟ اسمه البروفيسور ما أدري كم نسيت اسمه إيه؟ أثري اللي داخلين بالحساب ذا حنا صرنا ثلاثة. أيوة. كم صرنا ثلاثة بحساب واحد، بحساب واحد معرف واحد، اثنين صيادين شرسين ايه. واحد حبيب. فالناس من بهرة يا أخي تعال تعال مرتين كذا مرتين كذا، أنت تلعب كمرة لا راي، كل واحد هما أدخل أنا أتكلم عن البيئة والحياة الفطرية لا للصيد الجاع ونحن، ثم من هذاك يدخل الصيد مهم وشوفه وصدت وزينت. قالوا يا ولد ايه. العالم صدمة عاد يوم بدأ يعني الناس سبحان الله مالت للواحد اللي ينصح الناس وكذا. فهذولك اثنين قالوا عبيد الحساب لك، سلام الله حنا ترى خطينا وانت علمتنا، سلام الله خير. ابحر في هذا المنتدى، وابحرنا ولله الحمد. الحمد لله. الله الله ينعم. ولا كان تذكر ايام مكشاف كان تيار مصادم لنا جدا، شلون بتزرعون البر وشلون ما نشب نار وما الحطب والجلاميد وما ادري وش، واحد يقول انت خبر واحد يقول والطيور ما تقضي، لا لا واحد يقول انت خبر تدافع عن قطو قطو قاطو، قلت القاطو والله ما خلق عبث، هذا لو مات تكاثرت جراد يلبر هذا، ها شفت الجحر هذا جرد يلبر، إذا تكاثر قاعد يقضي على جذور السدر والنباتات البرية بوقت الصيف ثم ماتن، فالله خلق توازن توازن. إلا قط البر بالعكس، بتكلم عن القط والذئب وذا، لأن الله لم يخلق شيء عبث، ولكن هناك توازن صحيح. طيب إذا فيه مضرة ما مضرة لكل حادث حديث. نعم. وفيه جهات الرسمية تتواصل في جهات. نعم. الرسمية. يا سلام. يلا يا دكتور مشينا توكلنا على الله.